لا زعما اشتغلت ذبحنا الجوع. اشتغل خوت صغار. وعمل غامير على 10 ليرات. نعمل منها العيش. أحد طرق التهريب اللي يعبفوتوا منها لحتى يهربوا مثل ما أنا شايفين يشيلوا بيدونات في إيدهم بفيتوا. هاي المنطقة اللي احنا حاليا الواقعة بين مناطق الجيش الوطني بريف حلب الشمالي والمنطقة دير بلوط. طبعا نحن رصدنا بعض الحالات أو عدد كبير من النساء ومن الأطفال اللي عم تشيل هاي البيدونات على رأسها وعلى ظهرها وعم تفوت فيها من هاي المناطق بين الزيتون. طبعا هون عم تتعرض هاي الناس اللي عم تسوي هاي البيدونات لمصادرة هذا المازوت أو كب هذا المازوت أو حرق هذا المازوت لمنع دخوله من مناطق ريف حلب الشمالي اللي احنا شايفينها هونيك لمناطق أدلب اللي واقعة بهاي الجهة. معك وين؟ الشنطة هون؟ شوف بس. والله عم اشتغل بهالمازوت. من وين لوين؟ من دير بلوط على اطمح. طيب ليش؟ والله من الوزع عندي ولاد ويريدون معيشة ويريدون خبز. ذبحنا الجوع. ايش قد بتطالع باليوم؟ 5 ليرة على 10 فطور اطلع 5 ليرة. على 10 فطور؟ 15. لمين بتعطي المصاري؟ لابو. ليش هيك طيب عم تشتغل؟ اشتغل اخوتي صغار. ويقولون لنا ارجعوا يلا. كل هالشغل كله على بعضه 15 ليرة. وإذا مسكوك؟ كبون المازوت. منهزين من هون ومندبر حولنا. شيء بيرجعوا لنا يا شيء بكبوا شيء بيبعجوا شيء بنرجعوا لهوني. وعمل غامير على 10 ليرة. هسمنا نعمل منها العيش. ما في حدا بنرجع بالليل.